نعم، بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام وخير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ومتضي. نعم، بس كل ما يكون كسب. نعم. طيب. لك كما قلت، يعني أي باب من الفقه يوجد فيه معلومات كثيرة. كما قلنا، العلم ليس باللعب، والأمر ليس هين، وكل إنسان أن يعظم العلم، سواء كان مدرسا أو متعلما. وكذلك علينا بالاجتهاد في تحصيل العلم وإخلاص النية طبعا، لكن بالاجتهاد حتى نستفيد. نحن لا نريد أن ندرس المسائل وننساها بسرعة، لكن كل على حسب نيته. كما تعلمين، يوجد مرحلة الثقافة. يكفي في هذه المرحلة أن تسمع، مجرد سماع الدروس، فتمحو عن نفسك الأمية في هذه المسائل. قد مرت بك، سمعتها، فإذا سمعتها مرة ثانية تقول قد طرق على سمعك، وليست لن تكون مسألة جديدة يعني. وهذه مسألة الثقافة هي مفيدة، أحسن من لا شيء. لكن بعد ذلك يوجد مرحلة تخصص، بمعنى أنك تحفظ المسائل وتفهمها فهما دقيقا. نعم. والمنهجية، أحسن منهجية بالنسبة لي والتي أقتنع بها وأنصح بها، أن ندرس كل مسألة يعني بإتقان، حيث نكون لا نكون عالم بالمسألة ولكن نتقن هذه المسألة. نعم. فأنا وجدت حتى فقط في يعني هذا الباب، فصل يعني آداب قاضي الحاجة، وجدت يعني مسائل كثيرة، ولكن ليست مسائل يعني فضولية أو زائدة. نعم، لا، هي مسائل يعني مهمة جدا في هذا البلد، وأنا لم أجد الوقت أن أتجاوز هذه المسألة حتى أحضر الباقي. هذه الحقيقة يعني. نعم. فأنا حضرت باب قضاء الحاجة، ولكن إن شاء الله إذا الأسبوع القادم إذا أستطيع أن أحضر أكثر فسندرس أكثر، ولكن الآن لا أستطيع أن أدرس الآن الباب الذي بعدها لأن لم أحضرها يعني. هذه الحقيقة. نعم. إذن باب الفصل،
في بيان أحكام الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. إذن دائما أهم شيء هو المتن، والمتن في الحقيقة هو سهل جدا، ميسر يعني خفيف جدا. فكما قلنا ينبغي لنا دائما عندما ندرس متنا أن ندرس المتن على نشرح بمستوى المتن، فهمت؟ لا نزيد عليه أشياء كثيرة جدا جدا يعني. ولكن بما أنني أظن أن أعرف مستواك، فممكن نزيد أشياء لن تكون صعبة علينا يعني. نعم. إذا سنقرأ المتن أولا يعني في الفصل، ثم نقرأ الشرح كما كنا. نعم. بيان أحكام الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. المهم سنشرح يعني، المهم سنقرأ ونقرأ الشرح بعدين. الاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يجبعها بالماء، ويجوز أن يقتصر على الماء أو على 3 أحجار ينقي بهن المحل. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، ويجتنب الاستقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والثقب، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه. إذن هنا فيها مسائل كثيرة، وهناك بعض الآداب لم يذكر هنا في هذا الكتاب، يذكر في كتب فقه أخرى، ولكن آداب عامة يعني أظنها معروفة يعني. أن مثلا أن نتنعل، نجعل نعال على قدمينا ونغطي رؤوسنا يعني أدبا مع الله سبحانه وتعالى. نعم. والدعاء معروفة قبل الدخول وعند الخروج. نعم. فإذا العنوان باب الاستنجاء وآداب قاضي الحاجة. إذا كلامهم قاضي الحاجة هذا مأخوذ من الأحاديث. في أحاديث يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم حاجته، يذكر هذا اللفظ. ويوجد لفظ أيضا استطابة في حديث، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم استعمل كلمة استطابة عندما يذهب إلى الخلاء، أو كلمات أيضا إذا ذهب إلى الخلاء. فكل هذه الكلمات واردة في يعني في هذا الباب. نعم. الاستنجاء يقول الشارح وهو من نجوت الشيء أي قطعته، فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه. فهنا أنا وجدت، أظن كلنا نعرف درسنا، ولكن نريد أن نحقق قليلا ونذهب يعني خطوة إلى الأمام، ونريد أن نعرف ما معنى الاستنجاء يعني الأصل اللغوي. لأننا عندما نسمع كلمة استنجاء يتبادر إلى الذهن أنه تأتي من النجاسة، ممكن يعني استنجاء تزيل النجاسة، يعني في تشابه بين الحروف النون جيم سين، وهنا استنجاء تقول خلاص يعني هذه الكلمة بمعنى تزيل النجاسة، ولكن ليس الأمر كذلك تماما، يعني أقصد ليس الأمر كذلك. هنا قالوا الاستنجاء نجوت الشيء أي قطعته. إذن يقولون أن نجوت بمعنى قطعته. الآن في تنظر في وأنا أنصحك إذا لم يكن عندك القاموس اسمه
المصباح المنير. المصباح المصباح المنير. معروف لديك؟ نعم. ايوه. لا، ها؟ ما عندي، ما عندي، نعم، هذا مهم. سأشتري. نعم، لا، نعم، هذا مهم جدا. هذا عندما ندرس إن شاء الله نحاول أيضا أن أساعدك على أن تتحصلي على بعض كتب مهمة، أو أرشدك إلى بعض الكتب إلى آخره، حتى يعني إن شاء الله يتكون لديك يعني شيء من الملكة، وتكون عندك الآلات، حتى كما قلنا. لذلك ندرس مع أستاذ في البداية حتى نملك المفاتيح، وحتى نتحصن عقليا، نعم، ويعني علميا، ثم بعد ذلك يعني الإنسان يتأهل أن يستفيد من الكتب، ولكن ليس مباشرة. كما أنا أؤكد دائما على كلامي أن الاستفادة من الكتب هو بعد التجربة مع أستاذ. إذا مثل هذه الكتب مهم جدا يكون لطالب العلم في بيته. هذا الكتاب، هذا القاموس يغنيك عن الكتب الموسعة، القواميس المعاجم يعني مطولة، يعني مطولة، مثل لسان العرب. لسان العرب ممكن 8 يعني مجلد، ولكن مفيد أيضا. مهم أن يكون في بيتك لسان العرب، يعني أي كلام من كلام العرب تبحثها في هذا الكتاب، كما قيل، كأن أنت بين العرب وأنت تسمع من كلامهم، ويأتيك بكل شواهد، ومن القرآن وكل شيء، خلاص يعني من أنت عالم بهذه الكلمة. وفي الفقه وفي العلم عموما لا غنى عن معرفة الكلمات بالضبط، وهذا من أسباب خطأ الناس، يخطئون ويعني يزلون بسبب ماذا؟ بسبب الضعف في اللغة. وعندما نقول لغة يعني الكلمات، يعني علم بمعاني الكلمات. نعم، وكما تعلمين اللغة العربية في علوم عديدة، النحو والصرف والبلاغة، ومنها اللغة يعني معاني الكلمات. إذن اللغة العربية 12 علما تقريبا، وأهمها أربعة: النحو والصرف وعلوم البلاغة وعلم اللغة. واللغة هي معرفة يعني معاني الكلمات، يعني من القاموس يعني. إذن ماذا يوجد فيه؟ كلمة نجا بالألف فوق، 3 معاني. ومعروف عند ذلك في القرآن يعني نجاة من يعني الخلاص، ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا ننجي المؤمنين، أو ننجي المؤمنين. هذه لغات واردة في القاموس، ستجدها. ممكن نجا أو نجا، نعم. إذن هذا المعنى الأول، نجا من الخلاص، يعني نجا الله المؤمنين. وكذلك النجوى، يعني الحديث خاص كما في سورة مجادلة: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. نعم، ويوجد، هذا مهم، نجا بمعنى قطع، ولكن قطع يوجد معنيان، وسيفيدنا في المعنى الاصطلاحي جدا جدا. يقول هنا مكتوب: نجوت شيء، وفي كتب أخرى تجد: نجوت الشجرة. نجوت الشجرة بمعنى قطعته من أصله، من الجذع. ولكن عندما تقول نجوت النخلة بمعنى قطعت رطبها، يعني الثمار، يعني
في فرق بين أن تقطع الثمار من النخلة أو من شجرة مثلا، وتقطع الشجرة من أصله، في فرق صحيح؟ إما تقطع من أصله وإما تقطع من ثمره، في فرق. وهذا الفرق سيأتينا في الاصطلاح، ولكن في الكتاب ليس مذكور المعنى الاصطلاحي، يعني في أشياء، في معلومات نحتاج إليها ما ليس مذكورة، لذلك أنا مضطر إلى أن أبحث إلى كتب أخرى حتى تكتمل الفائدة. نعم. إذن خلاص، هل الآن فهمنا المعنى اللغوي؟ ممكن أقرأ لك بالضبط ماذا يوجد في المصباح المنير. يقول: وأصل الكلمة كما جاء في المصباح المنير نجا من النجاة من الهلاك، نجاة أي خلاص، خلاص. والاسم نجاء بمد، وقد يقصر، يعني ممكن نجاء يعني بالألف ممدودة أو بألف مقصورة، الاثنين وارد، فهو ناج. نقول ناقة ناجية، ناقة ناجية بمعنى سريعة، ونقول أيضا امرأة ناجية، امرأة ناجية، الله أعلم، يعني هي معنى إيجابي، يعني امرأة ناجية بمعنى ولو أعلم، يعني نقية تقية يعني. نعم. وبها سميت قبيلة من العرب، ويتعدى بالهمز والتضعيف. ممكن تقول أنجى ونجى، عندما نقول يتعدى بالهمز والتضعيف تقول، ممكن تقول نجى وأنجى، يعني كما جاء في بعض القراءات، يعني مثلا في آخر سورة يوسف مثلا، وكذلك ننجي المؤمنين أو ننجي المؤمنين، أو في مواضع أخرى أيضا يوجد قراءات مختلفة، فيقال أنجيته ونجيته. نعم. وعندما تقول ناجيته يعني صاررته بالحديث، يعني كما في سورة مجادلة. والاسم النجوى بالألف مقصورة، يتناجى القوم، ناجى بعضهم بعضا. نعم. نعم. وكلمة النجو، النجو هو ما يخرج من البطن، يقولون يعني بالفصحى الخرء، يعني كلمة فصيحة يعني. إذن النجو ما يخرج من البطن. نعم. ونجا، نعم، نجوى من باب قتل وخرج. عندما يقول من باب قتل وخرج، هذا بمعنى، هذا في الصرف يسهل حتى تعرف كيف تنطقها، لأنك كما تعلمين أحيانا حتى إذا كان على وزن فعل في المضارع فيه يعني يختلف، ممكن فعل يفعل أو فعل يفعل وفعل يفعل. إذا لكي تعرف من أي باب هو، يأتيك بمثال مباشرة: من باب قتل يقتل، خرج يخرج. إذا هو من باب فعل يفعل في الماضي فعل، ولكن في المضارع فيه ثلاثة أبواب، إما فعل إما فعل إما. إذن يقول لك من باب فعل، من باب قتل يقتل. إذن نجا ينجو، ويستند الفعل إلى الإنسان أيضا، تقول نجا الرجل، نجا الرجل إذا تغوط، ويتعدى بالتضعيف بمعنى نجا الرجل. نعم. وتستر الناجي نجوة، وهو المرتفع من الأرض، يعني نجوة يكون أيضا المرتفع من الأرض، الذي هو معنى الغائط. واستنجيت، يعني غسلت موضع النجوى، غسلت موضع النجوى. نعم. هنا تكون بمعنى
الذي موجود معنا نجوت الشيء يعني قطعته نجوت الشجرة من أصله استنجيت يعني غسلت موضع النجوى نعم أو مسحته بحجر هذا مختلف مسحته بحجر نعم فالأول ما مأخوذ من استنجوت الشجرة انتبه جيدا يعني في فرق يعني الاستنجاء تكون بالماء وتكون بالحجر نعم إذا سيأتي في المعنى الاصطلاحي أن الاستنجاء بالماء يزيل عين النجاسة وأثرها نعم أما بالحجر يزيل عين النجاسة ولكن ولكن الأثر موجود دون العين يعني بالحجر تزيل العين دون الأثر لذلك في كتب يذكر أن الاستنجاء تزيل النجاسة بالماء أو حكم النجاسة بالحجر حكم النجاسة بمعنى كما سيأتي في سأقرأ لك كلام الشافعي في الأم يذكر هذا المعنى أن بالحجر ولو جهدت سيبقى أثرا لا يزيله إلا الماء فهذا القدر خلاص معفو حكما خلاص كأنه زال مفهوم؟ نعم استنجيت الشجرة إذا قطعته من أصله لأن الغسل يزيل الأثر مع العين بالكلية نعم والثاني من استنجيت النخلة وهذا المعنى أتى بها الشيخ الأصمعي وعندما نسمع كلمة الأصمعي في اللغة العربية هذا اسم مهم في اللغة حجة قوية من أصحاب الأدب لازم اكتبي في مكان إذا لم تعرفي الأصمعي بالصاد فهذا حجة في اللغة عرفه صنف كثيرا من القصائد بالضبط نعم ويوجد قصيدة البلبل نعم نعم عارفه معروفة خلاص إذن الثاني استنجيت النخلة إذا التقطت رطبها تلتقط فقط الرطب يعني التمر لأن المسح لا يقطع النجاسة أي لا يقطع النجاسة فقط العين بل يبقي أثرها يعني خلاص هذا كلام من مصباح المنير رأيتي هذا مهم وأنا بصراحة درست الفقه والطهاء أكثر من مرة ولكن لم أمر على يعني على يعني معنى الكلمة بهذا التفصيل حتى يعني يتضح لك المسألة ودائما اللغوي كما يقال يسبق جميع أصحاب الفنون الأخرى اللغوي ممكن أن يستدرك يعني يلتحق بالقارئ أو بالفقيه أو بالأصولي أو كذا لأن باللغة يعني خلاص يعني يعني تقطع أشواطا يعني كثيرة في تحسين العلم يساعدك كثيرا أقصد يعني إذن من هنا نعرف يعني أن الاستنجاء هو إزالة النجاسة نعم بالماء أو بالحجر يعني النجاسة بالماء أو بالحجر فيقولون بالماء وتزيل حكم النجاسة بالحجر نعم هذا هو وكذلك طيب يعني في معلومات كثيرة ممكن سأذكرها هكذا سنقتصر على هذا الباب وتعرف أن دائما أنا
عندي كلام كثير على دليل على عدم العلم ولا المستعان. ولكن ذكروا ماذا؟ العلة في سنية غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء. هذا مر بنا صحيح؟ إذا استيقظ أحدكم فليغسل يده 3 مرات قبل إدخالهما في الإناء، مر بنا. ذكر في الكتب أن العلة في ذلك هو ماذا؟ لابد أن نعرف أن العرب كانوا يستقذرون ولا يحبون مسح وتلطخ أيديهم بالنجاسة، يعني في الاستنجاء. يقول كيف أجعل يدي في هذا الموضع النجس؟ فقط يعني يكتفون بالحجر. وأنا أذكر عندما لم أكن مسلما كنت أمازح أصدقائي من المسلمين، يعني كيف أنتم يعني تجعل أيديكم في هذا الموضع النجس؟ ألا يكفيكم الورقة؟ كنا نضحك هكذا يعني. نعم. وعندما دخلت في الإسلام قال إذن ما رأيك؟ أليس هذا أحسن؟ والله هذا أحسن، يعني هذا أنظف. نعم. المهم ماذا أقول؟ نعم، كانوا لا يحبون هذا. لذلك إذا الواحد يكتفي بالحجر ففي الحقيقة الموضع فيه نجاسة، فلو تنام ويطوف يدك في هذا الموضع فربما يكون يدك فعلا يوجد فيه نجاسة، فإذا أدخلتها في الماء القليل في الوضوء فقد يعني ينجسه. فهذا هو العلة في إدخالهما في الإناء، يعني في سنية غسل اليدين. نعم. ولكن هذا يبقى سنة، يعني لا يعني ليس بشيء. يوجد قاعدة أصولية تقول الحكم تدور مع العلة وجودا وعدما، ولكن لا ندخل في هذا، ولكن هذه العلة، ومعرفة العلة مهم. ونحن نبقى في المذهب. أنا عند شرحنا لا أريد أن أخرج من أقوال المذهب، لن أذكر إلا نادرا ماذا قال الآخرون، ليس من باب التعصب وكذا، ولكن لكي نتشرب يعني منهج المذهب حتى نتعود عليه وخلاص. فهمت؟ كما قلنا يعني مسألة المذهب هو لكي يعني كأن يعني تتعلم القيادة، أولا تتعلم مع يعني تلتزم بكلام المعلم، ثم بعد ذلك عندما تسوق وحدك افعل ما تشاء. هذا من باب التعليم فقط، ليس من باب التعبد. نعم. خلاصة الكلام في المذهب بالنسبة لي، المذهب هو من باب التعلم والتكوين العلمي، وليس من باب التعبد. التعبد يعني الواحد يفعل ما يشاء أصلا، أو يفعل على حسب البيئة التي يعيش فيها وفيها أشياء كثيرة. نعم. خلاص، إذن هذا هو. طيب، إذن واجب من خروج البول والغائط، واجب. نعم. ومسألة أخرى ممكن سأمر بنا. نعم، سأمر بنا. واجب. إذن نحن عندما أي كلام، هذا يعني نصيحة، نحن كلنا طلاب العلم، ولكن أي كلام كل واحد منا يحاول أن يتحقق منها ويفهم معناها. ما معنى واجب؟ نعم، لغة واصطلاحا هذا مهم. إذن مهم، الواجب هو ما يلام تاركه جدا ويخشى عليه العقاب. في تعريفات كثيرة خلاصتها يلام تاركه ويخشى عليه العقاب الأخروي. إذا ترتب على عمل ما عقاب أخروي فنعرف أنه واجب. وكذا إذن بالنسبة الاستنجاء، فيوجد حديث يذكر أن
أكثر المعذبين يعني في القبر بسبب التهون في التبرئة من البول، في حديث معروف. إذن الحديث يقول إنما يعذبان في الصغير أما إنه كبير. المهم أن بعض العلماء قالوا أن من الكبائر يعني أن لا تستنجي من الماء، وأصلا وشيء ثاني أنه تبطل الصلاة إذا تصلي بدون أن تستنجي. نعم، إذن من ذلك تكون واجبا. إذن واجب في البول والغائط، يعني بالنسبة للمذي هذا مختلف، لأن بدنا نغسل الرجل لكل شيء، ليس مثل الاستنجاء. يقولون مندوب إذا خرج منك دود أو لا أدري كيف، حصى. على فكرة معظم المسائل اللي سندرسها، معظم المسائل تأتي نادرا أو ليس من عصرنا، فهمتي؟ أحيانا يكون قليل من المسائل يعني نحتاج إليها في وقتنا، ولكن نستفيد، ممكن نستفيد من التعامل مع النساء. يعني واجب من خروج البول والغائط بالماء أو الحجر وما في معناه، وما في معناه يعني معنى الحجر. نعم، من كل جامد طاهر طالع غير محترم. هذا تفسير لما في معناه معنى الحجر. كل الصفة التي مجتمعة في الحجر أن تكون جامد، يعني شيء صلب، مثل يعني شيء من خشب مثلا أو يعني ورقة، يعني كما نستعمل نحن، جامد طاهر لا يكون نجسا، وقالع يعني شيء من شأنه أن يقلع النجاسة، ليس شيء تراب أو شيء، يعني المقصود أن يزيل النجاسة. غير محترم تكون ماذا؟ تكون الطعام مثلا، طعام آدمي مثل خبز، ولو كان خبز يعني جاف، ولكن هذا الطعام، هذا نعمة الله سبحانه وتعالى، لا نستعمله لمثل هذه الأشياء. المحترم أو كتاب علم أو أي كتاب يعني أو شيء محترم، فضلا عن سبحان الله كتاب في اسم الله وكذا. ولكن الأفضل أن يستنجي أولا بالأحجار ثم يتبعها ثانيا بالماء. نعم، هنا مسألة أن بالنسبة، وكذلك عندما نحن في الفقه لسنا في الحديث، ليس بمعنى أننا لا نعظم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن فقه الحديث هذه مادة أخرى، هذه مادة أخرى، وينبغي، المهم هي مختلفة، هناك فقه شيء وفقه الحديث هذا مادة. إذن لا نريد أن نتوسع في استدلال بالأحاديث إلى آخره، وليس من يعني ليس من كيف أقول، يعني هذا باب التدرج، يعني أولا نتعلم المسائل المجردة. ولكن في بما يتعلق بالأحاديث يقولون، يعني المتخصصون في الحديث يقولون أن هذا الجمع أفضلية الجمع بين الحجر والماء ليس موجودا في الأحاديث. لا يوجد حديث من النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل أولا بالحجر ثم بالماء. يوجد أحاديث يذكر خذ ثلاثة أحجار، أو يوجد أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، ولكن الجمع بينهما لا يوجد في الأحاديث. لذلك الذي هو ميله وتخصصه في الحديث سيذكر مثل هذا الكلام. النووي ذكر هذا الكلام،
وكذلك الشيخ العثيمين. الشيخ العثيمين يقول هذا الجمع ليس له دليل. ما دليلك أن تجمع بين الحجر والماء؟ ولكن نعم هذه مسألة، هذه مسألة، لكن فكيف جاء فكيف جاء الجمع؟ فكيف جاء الجمع؟ هذا الجمع هو، هذا هو الفقه. الجمع نعم هو الفقه، يعني الفقهاء يقولون لك هكذا، يجمعون بين الأدلة ويأتيك بالخلاصة هكذا. لذلك دائما يعني طيب. أخ يعني لا، أنا لا أعادي معاذ الله أن تأخذ العلم من الأحاديث على رأس والعين، لكن إذا فعلت هكذا قد تقع في بعض الإشكالات أحيانا. يعني الحقيقة هو ماذا؟ هو أن كل فقيه محدث، لا بد، لا بد، الفقيه بمعنى الكلمة هو محدث يعلم دراية ورواية، هذا لا بد منه. أما ليس كل محدث فقيه، ليس بالضرورة. الذي يقول لك هذا ف ماذا أقول يعني هذا ليس رأيي أنا فقط، هو هي هكذا. لأن في ناس يعني في هذا الزمان كما تعلمين الآن يقول نحن نتبع الحديث، لأن يريدون، هم الذين يعادون المذاهب، فهمت؟ فيريدون أن يقضوا على المذاهب ولكن بشكل غير مباشر، فيقول لا لا الحديث. فهذا كلام يحبها يعني هذا الكلام يستحسنها العوام. قلت نعم صحيح، نريد الحديث، الحديث أولا ليس كلام الرجال. نعم ولكن هناك ما شاء الله بنسبة الاستنجاب الماء، أن قصة في قول الله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، في تفسير ابن كثير تجد في تفسير هذه الآية يقول النبي صلى الله عليه وسلم، نعم روى الإمام أحمد عن عويم ابن ساعدة الأنصاري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به، الذي تطهرون به، اسمعي تطهرون ليس تتطهرون. هناك أنت قارئة ستأتيك إن شاء الله عندما تقرأي قراءة ابن كثير، أو كذلك في قراءة حفص لو نتأمل يقول عز وجل ولا تيمموا الخبيث، ولا تيمموا، ألا يوجد في إشكال في اللغة؟ ليس إشكال ولكن شيء يلفت الانتباه. المفروض ولا تتيمموا، تتيمم نعم ولكن التاء الأول حذف، التاء الأول حذف، وهذه اللغة نجدها كثيرا في الأحاديث وفي كلام الصحابة. عائشة رضي الله عنها كانت تتكلم بهذه اللغة، مثلا تقول أنت تتحدث، ولكن عائشة تقول لماذا تحدث كما يتحدث مثلا فلان بحذف التاء، هذا من باب التخفيف. وفي رواية ابن كثير يدغم التاء، إذن نقول ولا تيمموا، لأن يوجد إدغام بعد المد الطبيعي، إذن مد لازم، مفهوم؟ المهم هنا في الحديث الذي تطهرون به بالتاء واحد، هذه فائدة فقط. قالوا يا رسول الله والله لا نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود
فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وهنا أي هو في صحيح خزيمة أيضا هذا الحديث. إذن هذا الاستنجاء بالماء هم فعلوا، هم قلدوا اليهود، والله سبحانه وتعالى استحسن وأقر سبحانه الله يعني وأثنى عليهم يحبون أن يتطهروا. لماذا؟ ألم أقول لك أن العرب أصلا كانوا لا يحبون هذا، العرب، ولكن عرب المدينة لهم مزية لأنهم كانوا يخالطون اليهود، في كان يوجد بعض المزايا يعني. نعم. وإن يعني الاستنجاء لم يأتي بالماء من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هكذا بحسب الرواية، وهكذا لأنهم قلدوا قلدوا اليهود وفعلوا، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم بذلك. أقره. نعم. وبعد ذلك هو المهم بعد يعني في التاريخ يعني هذا نحتاج نقرأ ونبحث متى بدأ، لكن هذا كان في واضح أنه كان في بداية الأمر، لأن في مسجد قباء عندما وصل إلى المدينة حينئذ بنى مسجد قباء، ثم هو انتقل إلى المدينة وكان يزور هذا المسجد كثيرا. المهم يعني نعم. وهذا وحتى هذا لا هذا ليس دليل على الجمع بين الاثنين، هم يتطهرون بالماء ربما يكتفون بهذا. المهم ولكن هنا في المذهب وعند الفقهاء وفي الفقه وقع الاثنين، لأن كما قالوا في الكتب أن إذا بدأت بالحجر أو نحن بـ 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 بالأوراق هذه، إذن هذا يجنبك التلطخ بالنجاسة، تفعل بالورقة أولا تزيل الأكثر ثم تكمل بالماء، وهذا أحسن. نعم. والواجب ثلاث مسحات ولو بثلاثة أطراف حجر واحد، هذا مفهوم، إما ثلاثة مختلفة وإما يعني إذا كان أكثر من طرف تستعمل هذه الطرف يجوز. ويجوز أن يقتصر المستنجي على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل إن حصل الإنقاء بها، وإلا زاد عليها حتى ينقى. نعم. ويسن بعد ذلك التثليث، بعد ذلك إذن إذا زدت على ثلاثة، زدت على ثلاثة وتحتاج أربعة، إذن ثلث بعد ذلك، أكمل خمسة، وإذا احتجت إلى ستة أكمل سبعة إلى آخره، يعني التثليث بعد ذلك. نعم. فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل، لأنه يزيل عين النجاسة وأثرها. واسمعي والله عندما تقرأ من شيخ العثيمين أو من شيوخ المعاصرين هؤلاء هذا مهم، لأن عمت به البلوى. ممكن أن نقول في زماننا هذا قد كونوا مذهبا جديدا، وهذا كما يقال بالفرنسية grand bien leur face c'est tout à leur honneur، ولكن هو هكذا مذهبا جديدا. ويقول الشيخ عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع، يقول الحجارة يزيل النجاسة تماما، فهو الشيخ عثيمين يخالف يعني يقول لا الحجار هو كانه لا يوفق هذا الكلام، إنه يزيل عين النجاسة، يعني الماء يزيل عين النجاسة وأثرها. الشيخ عثيمين يقول الحجر كمان يزيل النجاسة تماما، يقول هكذا، لماذا لا أدري. ولكن الشيخ الإمام الشافعي ذكر هذا الكلام بالضبط، أين كتبت هذا لا أدري.
ولكن في الأم مذكور يعني. في الأم قال هكذا بالفعل. أن الحجرة تزيل تمام النجاسة؟ لا 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 لا، هو أن الحجر لو اجتهدت بأقصى جهدك سيبقى أثرا لا تزيل، لا يزيله إلا الماء. نعم طيب، فهذا الأثر، هذا قول الشافعي. نعم شافعي بالحرف. كتبتها ولكن لست أدري، موجود يعني في باب، موجود يعني، ويقول ولو اجتهد. نعم، إذا هذا كلام وهو الواقع يعني، هو واقع. المهم، وشرط إجزاء الاستنجاء بالحجر أن لا يجف الخارج النجس. نعم، إذا جف النجاسة في المحل فحينئذ يعني يتعذر أن تستعمل الحجر. هذا واضح. نعم صحيح، أن يجف الخارج النجس ولا ينتقل عن محل خروجه. إذن الشرط أن لا يجف. لذلك بالنسبة للغائط لازم يعني إذا كنت تريد تفعل بالحجر أن تفعله فورا. نعم، ولكن يعني الإمام الشافعي في الأم ذكر أنه ويقول أحب إلي بالنسبة للبول أن كيف نقول تستبرئ أولا، يعني تقوم هكذا، تقوم يعني بعض الخطوات حتى تتأكد أن أنه قد خرج كل شيء. نعم، لكن الشيخ عثيمين وهنا عنده بعض الحق، ينبه دائما على الحذر من الوسوسة. في كثير من الأبواب في الطهارة يذكر هذا، وهذا مهم. نعم، لأن إذا أنت يعني تؤكد على الطلبة انتبه استبرئ أولا حتى تتأكد وكذا، يعني أنت تجعل في قلب يعني في ذهن المتلقي أنه نعم لابد أن ننتبه، لو سقط قطرة إذا يبطل وضوئي ولست طاهرا. نعم، ولكن الإمام الشافعي يتحول يتحول ربما إلى وسواس قهر. أي نعم نعم، ولكن الإمام الشافعي يقول يعني يقول أحب إلي لا تستنجي مباشرة، انتهيت من قضاء الحاجة والبول خاصة وتستنجي مباشرة. ولكن المهم ذكروا أيضا أن الاستنجاء هو السنة أن تستنجي قبل الوضوء. بالنسبة لنا واضح، ولكن مسألة واردة يعني، وقد واحد يتوضأ أولا ثم يستنجي بعد ذلك، وهذا خطر خطير، لأن ممكن تستنجي فسينقض وضوءك. هذا أمر واضح يعني. نعم، شفتي يعني في مسائل كثيرة فقط في باب واحد، لأن في الاستنجاء من البول والغائط يفهم منه أنه لا يوجد استنجاء من الريح، بل هو مكروه. كما قلنا الاستنجاء واجب من البول والغائط، مستحب. نعم هذا نسيته، هذا مستحب إذا خرج دود أو شيء من هذا القبيل، ومكروه الاستنجاء من الريح. نعم، وحرام إذا كان بماء مخصوب. وحتى في الاستنجاء من الريح يوجد في كفاية الأخيار بعض التفاصيل لم أفهمها جيدا، ولكن الخلاصة أن إذا كان يعني استسمح على التفاصيل، ولكن إذا كان يعني يقولون رطب كذا فربما يعني يستحسن الاستنجاء. وكذلك يكون مباح للعرق إذا كان الجو حار جدا وتريد أن تبرد نفسك وتفعل هذا. المهم، والشرط، نعم شرط الإجزاء، أيوة،
أن لا يجف ولا ينتقل عن محل خروجه. إذا انتقل النجاسة وإذا كان في غير محل خروجه، إذا انتقل إلى مثلا إلى الرجل، حينئذ يا مسألة أخرى. هنا يتعين الماء، هنا بالماء، لأن هنا يعني قد تنجس بدنك فلا بد أن تطهره بالماء. نعم، وأن تزيله تماما. أما كما قلنا الأثر المعفو عنه في المحل فهو معفو عنه، ولا يطرأ عليه نجس آخر أجنبي عنه. نعم، فإن أنقى، فإن انتفى شرط من ذلك تعين الماء. نعم، ويجتنب وجوبا قاضي الحاجة استقبال القبلة الآن وهي الكعبة. نعم، ويجتنب وجوبا، وسنرى أن في حين يقولون يجتنب وجوبا أو يجتنب أدبا، ولكن كل ذلك من الأحاديث، فنفهم أن الأحاديث إذا ولو جاء بصيغة الأمر ليس بالضرورة أنه تدل على الوجوب. هذا هو الأصل. نعم، الأمر تدل على الوجوب إذا كان يأتي بصيغة الأمر يدل على الوجوب، ولكن ليس دائما كما هو معلوم. نعم، هنا الحديث يقول لا تستقبلوا القبلة في حديث معروف، ولكن لماذا هنا حديث جاء بصيغة الأمر هنا يقول وجوبا؟ وسنأتي إلى مسائل أخرى جاء بنفس الصيغة من الأحاديث ولكن يقولون أدبا فقط، لماذا؟ المهم العلة في ذلك ذكروها في الكتب، أن يوجد حديث آخر يقول إذا قضيتم حاجتكم فعظموا قبلة الله، عظموا قبلة الله. إذن من ذلك يعني جعلوها واجبا. ويوجد علل أخرى ولكن يقولون هي ضعيفة، أنه يوجد مصلي من الملائكة أو ربما من هذا كان من زمان يعني في الصحراء، ممكن يوجد إنسان بعيد يراك وهو في القبلة وهو يصلي فأنت وهو يتأذى من رؤيته، ولكن العلة القوية هو هذا، تعظم قبلة الله سبحانه وتعالى يعني وهي الكعبة. واستدبارها في الصحراء إن لم يكن بينه وبين القبلة ساتر، يعني المهم أن يكون بينك وبين القبلة الساتر، كأنك تكون في غرفة. نعم، وهنا يتكلم عن الصحراء، أنت في حد كذا في الفضاء والقبلة أمامك، لا يعني لابد أن تتجنب القبلة، إلا أن يكون أمامك ساتر، يعني شيء حائل، يعني ممكن يعني جدار صغير أمامك، فإذا كنت جالس فيكفي ثلاثة أرباع ذراع كما سيذكر الآن. نعم، أو كان ولم يبلغ ثلثي ذراع، إذا كنت جالس يعني الذراع يعني من طرف اليد إلى كيف نقول إلى الكوعين يعني الكود، هذا ذراع، يعني ذراع يكون 50 سنتيمتر. نعم، الأقل. طيب، ثلاثة أذرع، إذن 1.50 متر، يعني واحد جالس وشيء من متر ونصف يستره، ثلاثة أذرع بذراع آدمي كما قال بعضهم، والبنيان في هذا كالصحراء بشرط المذكور. البنيان كالصحراء بشرط مذكور، يعني البنيان بمعنى يبد أن يكون الشيء الذي المهم أن تكون مستورا، يكون جدار يعني يسترك، وإذا كان الرجل قائما مثلا يكون الجدار على السرة، المهم أن يكون بينك وبين القبلة ساتر. إلا البناء المعد لقضاء الحاجة فلا حرمة فيه مطلقا، خلاص أنت الآن أنت في غرفة مغلقة، فهنا
لا حرج. لا حرج. وخرج بقولنا الآن ما كان قبلة أولاً كبيت المقدس، فاستقباله واستدباره مكروه فقط. نعم. واجتنبوا أدباً. انظري الآن يقول أدباً، وأظن يشير إلى هذه الأشياء، يشيرون إلى هذه الأشياء قصداً، يعني متعمداً، حتى يعني تتنبه إلى مسائل أصولية. وكان الأستاذ صادق، الأستاذ في أصول الفقه في اليو اس اش، كان يؤكد أو كان يستحسن جدا أن يجعل أصول الفقه قبل الفقه، ونفذ هذا بعد في السنة التي بعدنا. نحن درسنا أصول الفقه في السنة الثانية، في السنة الأولى تدرس كل فقه العبادات، وفي السنة الثانية تبدأ أصول الفقه، ولكن هو رأى يعني ندرس أصول الفقه أولا، رأى ذلك حتى نستفيد ولو شيء قليل. نعم. إذن هنا أدبا، بينما هذه المسألة مبنية على حديث، حديث جاء بسيئة الأمر. نعم. حديث يقول في بخاري ومسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، أو في رواية في الماء الدائم. الحديث واضح، يعني كما يقال، يعني واضح. لو قال ليس في الفقه لا يوجد شيء واضح كما قلنا. نعم. أنا أعيد الكلام، حتى لغة الفقه هو ليس من الواضحات، يعني أن تفهم الشيء عميقا. نعم. إذا يقول أدبا، القاضي الحاجة في البول والغائط في الماء الراكد. نعم. أما الجاري فيكره في القليل منه دون الكثير، لكن الأولى اجتنابه. أما الجاري يكره في الماء القليل، الجاري يكره، أما في الماء الكثير الجاري لا يوجد كراهة، لكن الأولى اجتنابه ولو في الماء الجاري الكثير. وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا. إذن الطالب النجيب، تعرف النجيب يعني طالب ذكي، يعني مجتهد، يريد أن يعرف ما معنى كلمة بحث. بحث، والحمد لله أظنني وجدت، يعني هذه مصطلحات، يعني هذا، يعني أنا دخلت في مسلك خطير بالنسبة لي، يعني أشرح الفقه هذا مسؤولية عظيمة، لا ينبغي أن تقول ما لا تعلم وأنت تضل الناس وتقول أشياء يعني خاطئة، وقد يكون. ولكن بحث، ما بحث، وجدت في كتاب كفاية الأخيار هذه المسألة، ذكر الإمام النووي هذه المسألة وقال: وفيه نظر. إذن أظن بذلك نفهم ما معنى بحث النووي. بحث بمعنى أنه لم يصل إلى رأي النهائي، يقول فيه نظر، يعني يحتاج إلى بحث. فهمت الآن؟ فلما ذكر المسألة في الماء، أنه لا يوجد كراهة في الماء الجاري الكثير، يقول، المهم، يقول: وبحث النووي تحريمه في القليل جاريا أو راكدا. نعم. ثم ويجتنب أيضا البول والغائط تحت الشجرة المثمرة وقت الثمرة وغيره. نعم. خاصة إذا كانت تحت الشجرة مثمرة، يعني الثمرة التي ينتفع الناس بها، لأن إذا سقط الثمار في النجاسة ولو غسلوها بعد ذلك فربما يستقذرونها. ما رأيك؟ يعني الثمر، المهم الصورة واضحة، فالإنسان يستقذر ذلك. ويجتنب ما ذكر في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل
صيفا وفي موضع الشمس شتاء وفي إذن المهم في الأماكن الذي ينتفع الناس بها في الطريق المسلوك للناس وفي موضع الظل صيفا وفي موضع الشمس شتاء وفي الثقب وفي ثقب الأرض في الأرض نعم هذا ذكروا لها لأن إما أن يكون مكان للشياطين فأنت تتأذى بذلك أو حيوان صغير فأنت تؤذيه أو حيوان كبير ربما أنت تتأذى بذلك الحيوان إذا خرج من هذا الجرح إذا أنت وجدت جرح كذا تفعل ممكن في ذئب أو في فأنت تكون في حرج ولكن كل معظم هذه المسائل ليس من زماننا ولكن الحمد لله ندرسها وهو النازل المستدير ولفظ الثقب ساقط في بعض النسخ نعم بالنسبة إلى قضاء الحاجة في الماء الراكد نريد أن نعرف لماذا جعلوها من الأدب فقط بينما الحديث يعني جازم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ولكن لا يذكر العلة ولكن هم قالوا أدبا الله أعلم ممكن أن نقول أولا أن ماذا أقول لا الحديث في الماء الراكد هو صحيح يعني في البخاري ومسلم فيبقى لنا مثلا أن في الليل هم ذكروا يعني في المذهب خاصة في الليل الماء في الليل هو للجن سواء تقضي حاجة أو تغتسل لو الواحد يغتسل في الماء في الليل ربما يتأذى من ذلك من قبل الجن هكذا قالوا نعم. كذلك لو تقضي حاجتك فالمهم يعني إذا قالوا أدبا فقط يعرفون لماذا قالوا هكذا ونحن من باب التعليم نتبنى هذا الرأي وحين سندرس الأحاديث سندرسها بهذا المنهج مهما قال مهما يقال هذا الحديث نحن نحمله على الأدب فقط يعني وهذا من باب الأدب نعم وكل ذلك وكل الباقي يعني تحت الشجرة المثمرة وفي الطريق المسلوك وفي محل الذل وموضع الشمس كل هذا حتى تتجنب لعنة الناس كما جاء في الأحاديث اتقوا الملاعين أو اللعانان في أحاديث كثيرة وهنا مسألة يعني مفيدة أيضا أن اللعنة تأتي بمعنى السب الواحد يعني يسبك يعني كما يقول المصريون يخرب بيته يخرب بيته وسب وهو دعاء ولكن تعرفين عند العرب يوجد كثير من هذا القبيل وليس لا يقصدونها فهمت ولكن نحن نتأذى ولكن حتى مثلا يخرب بيتك يعني واحد يقول لك هذا كل تقول لماذا تقول لي هذا لا تقول هذا لو سمحت فهمت يعني تخاف ان ممكن يقع وهذا ليس جيد يعني يخرب بيتك يعني تدعو على الناس ولو من باب الغضب ولو من يعني ليس جيد ولكن المشكلة عند العرب أو ممكن في 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 شعوب أخرى يفعلون هذا وليس جيد عادي عندهم نعم لأن وحتى أنت تعرفين أكثر مني فهمت المهم هذا ولكن هذا يحصل فلكي فإذا كان والراجح هو أن اللعنة هنا وبمعنى السب ليس الذي يعني يقضي حاجته تحت شجرة مثمرة كمن يكفر بالله عليه نعم. الله وملائكته والناس أجمعين هذا 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 ما قام هذا الشيء وهذا الشيء ولكن نعم لذلك حتى
في مسألة بين معاوية وعلي، هم حملوا اللعن على السب فقط يعني، والسب أيضا يحمل على مجرد ماذا؟ العيب يعني، تعيبه، ليس تسبه سبا قبيحا كذا، ولكن تسبه يعني تو كريتيك يعني. نعم نعم نعم. ولا يتكلم أدبا، مرة أخرى، ولا يتكلم أدبا في لغير ضرورة. بينما الحديث مذكور في هذا الباب هو ظاهره شديد، فلماذا يقولون أدبا فقط؟ الحديث ماذا يقول بالمعنى؟ إذا ذهب يعني لا يذهب اثنين يقضون حاجتهم ويتحدثان، فإن الله يمقت لذلك، يمقت، والمقت هو أشد الغضب. فلماذا يا ترى يجعلون الكلام فقط من باب الأدب؟ لأنهم قالوا أن هنا المقصود من اللوم وليس الكلام، وهذا كانت عادة عند العرب أيضا، يعني يقضون حاجتهم جمع على جمع ويتحدثان. المشكل ليس هذا، المشكل أن العادة عند العرب هو كانت كشف العورة بين يعني واحد مع صاحبه، يذهبان جمع على جنب ويواصلون الحديث ويكشفون عوراتهم، كما كنا نفعل نحن في نلعب بالفوت يعني، كان من صغر كان عادة يعني، فهمت؟ وإلى الآن يفعلون هذا يعني الذين يلعبون في المدارس كذلك. أو في المدارس كذلك عند الصغار. سبحان الله، في المدارس نعم، هنا في فرنسا المدارس هكذا. نعم، أنا كنت في 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 الرياضة أكثر. نعم هكذا، ولكن في زماننا الآن، حتى عندما كنت صغير المسلمين كانوا لم يكن، أنا كنت سبحان الله ألاحظ أن المسلمين دائما لا يغتسلون معنا، فهمت؟ خلاص يذهبون، فهمت؟ ولكن الآن مع زيادة التدين كلهم، حتى غير المسلمين يعني يلبس شيئا، يعني كله يغتسلون ويلبسون شيئا، خلاص يعني المسلم يقول ايه عيب يا أخي أبي طول. نعم نعم، الحمد لله. فماذا أقول؟ إذن يقولون أن المقصود من اللوم هنا هو كشف العورة وليس مجرد الكلام، فهمت الآن؟ نعم. إذن نعم، مسألة الكلام ليس هذا هو المشكل، المشكل هو كشف العورة، لأن إذا كنت تقضي الحاجة وتتكلم مع صديقك بمعنى خلاص وكشف العورة، هذا هو الذي يتعرض للعنة. يوجد حديث آخر يعني لعن الناذر والمنذور. نعم، لا يجوز للإنسان أن يكشف عورته أمام أجنبي. نعم كده. إما إلا لضرورة يعني، كأن يوجد ثعبان أو شيء، كمن رأى حية تقصد إنسانا لم يكره الكلام حينئذ. نعم. وبالنسبة لأذاء الملائكة، لم أعثر على الدليل فيه، ولكن هذا معروف عندنا يعني، أن الملائكة يغضبون عليك لأن تضطره إلى أن يدخل وأن يراك ويكتب ماذا تقول، فهمت؟ لذلك وإن كنت وحدك، إن كنت وحدك لا يجوز أن يقضي حياته وهو في الهاتف هكذا يتكلم أو يجيب الناس كما يفعل بعض الناس يعني. نعم. ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. هنا الآن فهمنا أن الإمام النووي أحياناً عندما يذكر أقواله تكون أقواله الشخصية، ما نعم. هو نعم نعم. إذن نحن ماذا نفعل؟ ماذا نريد؟
الأخ على علي نصحني أن حتى هذا الكتاب عندما يذكرون اجتهادات النووي واجتهادات الرافعي واجتهادات هذا ليس في مرحلتنا، وهذا يشوش علينا. نحن نريد أن نعرف المذهب أولا، فهمت؟ لا نريد أن نعرف لا يوجد دليل وكذا وكذا. نحن ليس من باب التعصب، ولكن نقول إذا قالوا لا نستكبر الشمس والقمر إذن يعلمون لماذا قالوا هذا. ليس من باب التعصب، ولكن لابد أن نعرف ليس كل شيء، يعني الحديث ربما ليس لم يعد موجودا في الكتب، ولكن موجود في صدور الرجال. هذا هو ميزة الفقه، يعني أتى بالسند إلى الإمام الشافعي إلى 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 الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو، هذا مثل القرآن، فهمت؟ في القرآن أتانا بالتواتر هكذا، وليس دليل. أن هل تريد دليل على كل آية؟ تريد من؟ ما هو سندك لهذه الآية؟ وما هو سندك لهذه السورة؟ وما لا، خلاص أتى إلينا إلى أن وصلنا نحن لا تستقبل الشمس ولا القمر. فلا بد أن يكون هناك دليل بالنسبة لنا، لأن نحن نتأكد أن كل فقيه هو متحدث، هو محدث. نعم، ولو نبحث نجد حديثا في هذا، ولكن هو من طريق الشيعة حسب ما رأيته، ومن طريق الشيعة هم يروون حديثا، ومن طريقهم، من سلسلتهم إلى جعفر الصادق وإلى علي عليه السلام وكذا كما يقولون، فهمت؟ ونحن قلنا أن الإمام الشافعي كان ماذا أقول، ليس يتهم، ولكن له، لا أدري كيف أقول، ولكن كان له حب شديد لأهل البيت، وفي بعض البيئات كان يضطر أن يكتم هذا الحب للأسف، لأن في بعض البيئات كان أهل البيت يعادون، فهمت؟ نعم. ولكن في المحدثون يقولون لا يوجد أثر في هذا، والأثر باطلة وكذا. نعم، يكره له ذلك حال قضاء الحاجة. لكن النووي في الروضة وفي الشرح المهذب قال إن استدبارهما ليس بمكروه، وقال في الشرح الوسيط إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء فيكون مباحا، وقال في التحقيق إن كراهة استقبالهما لا أصل لها، وقوله لا يستقبل من أخي ساقط في بعض النسخ المتن. نعم، ولكن نحن الآن على طريق الفقهاء ليس طريق المحدثين. نعم، فنلتزم بهذا، ولكن هذا ليس في بيئاتنا، نحن في الغرف ونحن لا نرى الشمس ولا القمر. وذكروا لذلك علل، منها أن الشمس والقمر من آيات الله سبحانه وتعالى، وهذا أليس هذا من القرآن؟ قبل فضلا على الحديث يقول عز وجل وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ها، هذا حديث عن آية أقصد، فهمت؟ فالواحد يعني يعظم، يعني يكون وقاف عند كتاب الله سبحانه وتعالى. انظر، الله عز وجل عظم شأن الشمس والقمر، وفي ناس أصلا يعبدون الشمس والقمر، ونحن لا نعبد الشمس والقمر، هي آية الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ ويقولون أن الشمس القمر يذكر، يعني اسم الله مكتوب عليه، يقولون هكذا. المهم هو هكذا. وكذلك من العلل قالوا إن القمر خاصة عند تمامه يكون فيه إضاءة، فربما يعني تكون يعني
يعني لا يتناسب مع تمام الستر، هكذا من العلل يعني. وممكن يعني أنا قرأت مسائل أخرى، وسبحان الله يعني في فصل واحد في كلام كثير، لكن أنا ماذا سأفعل إن شاء الله؟ هذا أحسن شيء أن 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 أكتب أن أكتب يعني كل ما جمعته في مكان واحد، سأحاول أكتبها على الحاسوب وحتى تكتمل الفائدة. ولكن دائما نأخذ هذا الشرح ك ك ك كعمدة ونمر ونقرأ كل هذا، لأن هذا يزعجني أن يفوتنا بعد المسائل. ولكن مع ذلك يحتاج أن نضبط كل شيء. ربما تكلمت كثيرا، وربما يعني ربما كانت أشياء مهمة. نعم، ولكن بعد ذلك نحتاج نتذكرها. أنا الحمد لله هذه فرصة جيدة، أنا إن شاء الله نسأل الله عز وجل أن نثبت على ذلك وأن نكمل كل الكتاب. آمين آمين. نعم. آمين. ولكن أنا ما استطعت أن أحضر أكثر من هذا، لأن الآن لو ندخل الباب الآخر لن أستطيع أن. ما في مشكلة. نعم نعم. لكن إن شاء الله سنحاول أن ننجز، يعني إن شاء الله لابد أن نكمل باب الطهارة بسرعة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل التوفيق. هل يوجد في الوقت الحاضر؟ لا، ولكن إذا كان عندي سؤال أبعث لكم في الواتساب إن شاء الله. إن شاء الله ماشي، مرحبا. نعم إن شاء الله، نعم نبقى باتصال إن شاء الله إذا كان هناك شيء. وأنا إن شاء الله في الأسبوع لو أجد شيء أرسل لك هذه الفوائد خلال الأسبوع، بدل أن لأن ربما في يوم واحد يأخذ أعطيك كل شيء في يوم واحد، فلذلك أنا لو أرسل بعض الفوائد في الأسبوع يكون نربح الوقت يوم السبت إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.